سعاد البكدوري الخمال، أصلي من مدينة طنجة. يعني المسار الدراسي ديالي كأي بنت في السن ديالي نضلت من أجل إتمام الدراسة، لأن الوالد الله يرحمه كان ضد فكرة أن بنته تمشي تدير دراسة خارج مدينة طنجة، ولكن يعني باستماتتي على متابعة الدراسة استطعت أنني نقنعه. وكما ذكرت في الكتاب ديالي قبل الأوان، كان هذا تحديا كبيرا تحملته والحمد لله نجحت فيه. في مرحلة الدراسة الجامعية التقيت بالزوج ديالي اللي كان عنده تحدي أكبر مني، لأنه كان ضعيف البصر نتيجة إصابته بمرض من اللي كان في سن صغيرة. إذا جمعنا التحديا معا وكملنا الدراسة ديالنا وتوجت يعني بالزواج كالشباب اللي كان في هذه المرحلة. بدينا المسار ديال الحياة الزوجية ببساطتها ولكن بعمقها، بمودتها، بكل شيء جميل فيها. ناضلنا من أجل الحياة. هذه العلاقة أعطتنا طفلين، طيب الله يرحمه وصفاء. من اللي وصلنا لواحد المرحلة اللي بدينا كان نحسو نوع من الأمان ويعني والارتياح المادي، في غفلة عنا جاء الحلم المرعب الذي أيقظنا نحن على واقع مرير وأيقظ كل المغاربة على أن هناك من كان يتربص بنا كأسرة. يعني ما ناضلت من أجله لمدة سنوات جاء الآخر يعني اختطفه بشكل يعني رهيب جدا، فأخذ مني الزوج والابن. إذا المأساة كانت كبيرة ولا يمكن تصورها الآن، حوالي 13 سنة. يعني قوة المأساة أتعايش معها بشكل آخر. فيها 13 سنة كان فيها الإيجابي كما كان فيها السلبي. الإيجابي هو أنني استطعت مرافقة ابنتي إلى أن حققت دراستها وغيرت مسارها وامتهنت المحاماة كطريقة منها للوفاء لروح والدها ولأخيها الذي كان ينوي هو الآخر أن يصبح محاميا. يعني من هذا الجانب هناك راحة المحارب أو استراحة المحارب. لكن لكي أتشبث بالحياة كان لابد من يعني مسار آخر. فأنا كنت أستاذة واضطررت مع الحادث أن أتوقف عن العمل ثم التفرغ لابنتي، ولكن في نفس الوقت التفرغ للعمل الجمعوي الذي لم تكن تربطني به قبل 16 ماي أي صلة. الظروف يعني جعلتني بمعية أسر الضحايا الآخرين نخلق هذا الإطار اللي هو في الأول كان جمعية ضحايا 16 ماي لكي ننجز بعض الأشياء لمصلحتنا الخاصة، وعلى رأسها التمدرس ديال الأبناء ديالنا لأنهما الأمل. ثم إحياء الذكرى، ثم المواساة فيما بيننا إلى آخره. هذه الجمعية حققت جزء مهم من الأهداف ديالها، وبخصوص ما يتعلق بتمدرس الأبناء ديالنا. لكن فوجئنا مرة أخرى بحادث أرغانا 28 أبريل 2011، انضافت إلى مجموعتنا ضحايا آخرين من المغرب ومن الخارج. فلم يعد الإطار الأول اللي كان كيتسمى جمعية ضحايا 16 ماي كافي، فأسسنا الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب. ألوغ هذه الجمعية التي أترأسها إلى الآن وسعت من أهدافها ومن أنشطتها. المواكبة ديال الضحايا ما زالت واردة، ولكن نحمد الله على أن المغرب
من 2011 لم يتعرض لأي ضربة إرهابية، وبالتالي لم ينضاف عدد جديد من الضحايا. وهنا لابد أن ننوه باليقظة ديال الأجهزة الأمنية التي يعني تسهر على تفكيك الضحايا، لأن أصبحنا تقريبا في كل أسبوع كنسمعوا خلية مفككة. إذن أصبح من يعني من الضروري أن نختار الهدف الرئيسي في الجمعية الآن، وهو التحسيس، يعني مواصلة هذا النشاط اللي قمت به منذ 2004. كما أقول دائما، خرجت من التعليم من الباب لأعود من النافذة. لماذا منذ 2004؟ لأنني كنت أستاذة يعني في سلك التعليم، وابني اللي فقدته طيب كان تلميذ في مستوى البكالوريا، فكان دائما يعني يقض مضجعي هذا المشكل اللي غادي يمكن يوقع في أي وقت لأبناء مغاربة آخرين. الأنشطة الأخرى التي نقوم بها في الجمعية هو تنظيم ندوات وملتقيات دائما في إطار التحسيس بخطورة التطرف، انسجاما حاليا مع الخطاب الرائج في الساحة، وهو أن السلاح الأمني وحده غير كافي، لابد من مقاربة تربوية، لابد من إعادة النظر في المناهج التدريسية. وهنا جاءت المبادرة الملكية التي نحييها بطبيعة الحال، والتي كنا من بين الجمعيات التي نادت بذلك منذ سنوات. لابد من التصدي لكل من يحرض على التطرف، فالجهاز الأمني وحده غير كافي، لابد من يعني إعادة النظر في المناهج التربوية التي تتضمن بعض الخطابات إما عن قصد أو عن غير قصد الداعية إلى التطرف وإلى عدم القبول بالآخر. ثم ما أريد التركيز عليه في إطار يعني إعادة النظر في البرامج التعليمية هو أن لابد كذلك إعادة النظر حتى من يدرس هذه المناهج التعليمية، وهنا تكمن الخطورة. كم من مرة سمعنا بأساتذة في مؤسسات تعليمية يطلبون من تلميذات في سن صغيرة أن لا تدخل إلى القسم لأنها لباسها غير ديني إذا أردنا. كيف يعقل؟ يعني احنا نبدلوا المناهج، يجب كذلك تغيير الذهنيات. دائما يكون اختيار ديال المؤسسة التعليمية، فنحن كنخدموا مع من المستوى السادس ابتدائي حتى المستوى البكالوريا. كانت عندنا تجربة أو بعض اللقاءات مع في الكليات، ولكن السن ديال الطلبة يعني لا يستجيب مع الخطاب اللي كنتكلموا به. فنذهب إلى هذه المؤسسات، ودائما الشرط يكون لأن ما هي القناة التي نمر بها؟ هي بالنسبة للدار البيضاء عبر شراكة اللي عندنا مع الأكاديمية الجهوية للتعليم، وعبرها كل النيابات، فكنوضعوا بطبيعة الحال طلب، ثم يكون لنا لقاء مع يعني الإطار المختص بالأنشطة في النيابة. ويكون الشرط ديالنا في اختيار المؤسسات هي المؤسسات المتواجدة في الأحياء بين مزوجتين الهشة، التي فيها تكون مجموعة من المشاكل، فيتم الاتفاق على مؤسسات نزورها. في التعليم الابتدائي أحبذ دائما أن يصطحبني يعني عضو في الجمعية اللي هو مكلف بالجانب يعني طبيب نفساني، لأن يعني عنده طريقة ديال التعامل مع الأطفال في هذا السن الصغيرة. لا نتكلم، أحبذ ألا نتكلم مع التلاميذ يعني في بداية الحصة على أننا الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب، لأن يعني الإرهاب ربما سيخلق فيهم نوع واحد النوع ديال التشويش. الوغ طريقة العمل ديالنا هو الكلام عن المواطنة وعن القيم،
عن طريق جدادات، عن طريق بعض النصوص، يعني لا نقوم بالدرس الأكاديمي لأن لا جدوى منه. نحن بأسئلتنا نستفز التلاميذ لكي يكون بيننا حوار. كتكون الخلاصة ديال اللقاء هو أن عندما تقل روح المواطنة وتقل القيم، سواء في المنزل في الأسرة أو في الشارع أو في المدرسة، يكون المجال خصب للانحراف بكل تمظهراته، وعلى رأسه وفي بدايته التعاطي للمخدرات. وهذه فكرة أوحى لي بها تلميذ في مدينة طنجة مؤخرا في مداخلته، قال لي على أنه يتم تسهيل ترويج المخدرات بين التلاميذ وخصوصا الذكور، لكي يتم خلق واحد النوع ديال عدم الاستقرار في الذهنية ديال التلميذ، ثم يتم استقطاب هذا الشاب من طرف من يصطاد هذا النوع ديال الشباب، لكي يعني يخلق فيه واحد النوع واحد الإحساس بالذنب، تتعاطى المخدرات ربما تصبح عنيف، ربما تعتدي على الأم ولا على الأب. يعني يتصل به شخص ما يبث فيه إحساس بالذنب، وما هي الوسيلة لإخراجه من هذا الذنب بالمزوجتين؟ هو استقطابه إلى المسجد، غسل الدماغ، هل الإسلام الحقيقي؟ هل هذا؟ إذا كان هذا الشاب يعني وضعيته النفسية بالفعل هشة وله مشاكل اجتماعية إلى آخره، فإنه ينساق. ليست هناك عراقيل غير خصي، لابد من مسطرة ديال قانونية ولا إدارية، يعني ما يمكنش تمشي المؤسسة هكذا وإنما طلب الموافقة عليه. بالعكس، يعني هناك ترحيب كبير من طرف المؤسسات، لأن ما قلته وأكده هو على أنه كاين فراغ، والفراغ إلا ما عمراتوش الجمعيات من هذا النوع ديال التواصل مع التلامذ، فإن الهوة كتزيد كتفتح، وكل ما زادت هذا الهوة المتربصين بالشباب بالأطفال موجودين.